مساء الخير والصحة على كل اللي بيشوفونا على شاشة LTC، فقرة جديدة من فقراتنا الطبية من أستاذ الطب. أكتر شخص معرض لمرض السكر هو مريض السمنة. مرض السمنة أو مريض السكر هنا بيدخل في مشاكل كتير بسبب السمنة. احنا النهاردة نتكلم عن ايه هي الحلول الجديدة في علاج مرض او خلينا نقول جراحات السمنة، هي من احدث الحلول لعلاج مرض السكر وكمان الضغط والقلب. ازاي ده؟ هنعرف تفاصيل كتير وايه هي افضل الحلول لكل مشكلة سواء كان تحويل مسار او غيره. هنعرف كل التفاصيل دي النهاردة مع ضيف العزيز المنور النهارده في الاستوديو، دكتور علي نجيب، استشاري جراحات المناظير والسمنة، عضو الفيدرالية الدولية للسمنة والسكر، عضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة. مساء الخير عليك يا دكتور. مساء النور. منورنا في الاستوديو. دكتور، احنا بنتكلم عن مرض السمنه لما بيكون موجود بيجيب معاه مشاكل كتير، مضاعفات كتير زي مرض السكر وزي الضغط والقلب وغيرها تاني من امراض. احنا عايزين نتكلم يا دكتور عن مضاعفات السمنه وازاي ممكن تكون بتجلب معاها او بتجيب معاها مشاكل تانيه زي مرض السكر وغيره. تمام. هو انا عجبني طبعا التعريف بتاعك للسمنه ان هي كمرض، لان احنا دلوقتي ما عدناش بنقول السمنه او وزن الزايد، بقينا بنقول مرض السمنه. اوكي. ليه؟ لان دايما السمنه او مرض السمنه بيجي لنا بيجي معاه سلسله كده او جرر وراه شويه امراض. بيبقى هو السبب الرئيسي ليها زي الضغط، زي السكر، زي الدهون على الكبد. طبعا ساعات بتوصل ان انت توصل لتليفات في الكبد. مشاكل كتيرة جدا زي مثلا مشاكل المفاصل، اعوجاج العمود الفقري، مشاكل كتيرة برضو بنشوفها في السيدات زي تأخر الانجاب او الحمل. كل الكلام ده كله سبب الرئيسي هو السمنة، فاحنا لازم نبص للسبب الرئيسي ونبتدي نعالجه. تمام. نبتدي نعالجه عن طريق العمليات الجراحية او عمليات جراحات السمنة. تمام. طب يا دكتور، هنا لو جينا نتكلم عن علاقة مرض السكر بمريض السمنة، هنا ليه مريض السمنه دايما عنده مشكله مرض السكر مرتبطين ببعض؟ تمام. احنا في الاول عندنا في السكر نوعين، النوع الاول والنوع الثاني. النوع الاول ده بيكون وراثي، بيكون البنكرياس بتاع الجسم ما بيفرزش انسولين، يعني لو عملنا تحليل انسولين ما بنلاقيش انسولين في الجسم، نتيجه ان ما بيحصلش اصلا افراز من خلال البنكرياس. ده بيبقى مرض وراثي، ملوش دور قوي عندنا في جراحات السمنه، يعني جراحات السمنه ما تقدرش تعالج بنسبه كبيره النوع الاول لان ما فيش انسولين، لازم الجسم يضطر ناخده من بره. اما في النوع الثاني يبقى السبب الرئيسي ان احنا لو عملنا تحليل انسولين او السي بيبتايد اللي هو بيبقى دلالات على وجود الانسولين جوه، ممكن نلاقيه في الوضع الطبيعي النورمال بتاعه او زياده كمان او اقل. بس الفكره كلها ان مريض السمنه ان الخلايا بتاعته هي اللي فقدت الحساسيه للانسولين، يعني اللي بيبقى فيه مستقبلات على الخلايا دي من كتر ما الانسولين بيجي بيتحط على المستقبلات دي وبيبتدي ينشط الخلايا دي ان هي تستخدم السكر ده. كل ده بيؤدي في الاخر ان احنا بيبتدي عندنا السكر النوع التاني، نبتدي نحتاج ناخد انسولين من بره عشان يكفي الاحتياجات بتاعتنا. كل الكلام ده بيحصل مع مريض السمنه، يعني احنا بنبتدي نزيد في الوزن وبعد كده نبتدي نخش في سمنه مفرطه او سمنه، كل ده مع الوقت بيبتدي يعمل لنا مشاكل زي السكر. تمام. طب يا دكتور، في ناس بيكون يعني مرضى السمنه في منهم بيكون نفسه يقدم على خطوه جراحات السمنه ولكن بيبقى خايف لانه عنده مرض سواء كان زي السكر او امراض ثانيه مثلا زي مرض القلب. هنا بيكون يقول لك انا نفسي اعمل عمليه بس انا خايف لانه مرض القلب يعتبر مرض كبير. فهنا حضرتك يا دكتور تقول ايه بقى في النقطه دي؟ هل فعلا اللي عنده مرض القلب او مرض الضغط لو كان بنسبه معينه يبتدي فعلا يخاف؟ اه طبعا بنشوف ناس كتير جدا بتخاف من الموضوع ده. يقول لك انا لا انا عندي مشكله اخاف اخش عمليات او حاجه زي كده. لا، ما احنا طبعا بنفهم المريض اللي عنده مشكله زي دي ان هو سايب المشكله الاساسيه وبيعالج الحاجات التوابع بتاعتها او الاعراض بتاعتها اللي هو الضغط والسكر والقلب والمشاكل كلها. السبب الرئيسي كله مشكله السمنه. انت دلوقتي بتاخد علاج للضغط وعلاج للسكر وعلاج للمفاصل وكذا علاجات كتيره جدا، كل ده بسبب السمنه. فاحنا لا، بالعكس، انت تعمل عمليه السمنه طبعا لو في اي مشكله في الاول، مشكله في القلب، مشكله في الضغط، كل حاجه محتاجه تتظبط، محتاج ننزل الضغط نرجعه لحالته الطبيعيه وحاجات دي، كل ده بيتعمل قبل العمليه. بس مع الوقت بعد العمليه لا، انت هتنتهي معاك المشكله دي تماما، ما تحتاجش تاخد علاج ليها. تمام. حتى يا دكتور لو كان من الاول هو عنده مرض القلب او الضغط من سن صغير، ولا لو هو بعد ما جاله مرض السمنه هو بالتالي جاله الضغط والقلب؟ يعني هنا الموضوع بيكون ازاي؟
لا هو غالبا بيبقى في السن الصغيره، بيبقى عندنا اطفال او شباب في سن لسه مراهقه، بيبقى وزنهم زايد ولد او بنت. مع الوقت احنا طبعا بنتجاهل الموضوع ونبتدي نخليه يحاول يعمل دايت، نبتدي نخليه يعمل رياضه، نفضل فتره كبيره جدا متجاهلين موضوع السمنه بتاعه. بالعكس في ناس شايفه ان الموضوع السمنه الاطفال ده صحه، يعني صحته كويسه بياكلوه كويس والكلام ده كله. لا طبعا كل ده مع الوقت بيتفاقم، الخلايا الدهنيه اللي بتكتر في جسمه دي بتبتدي تعمل له مشاكل في الانسولين، تأثير الانسولين مبقاش كويس، بعد كده يبتدي يعاني من موضوع السكر، بعد شويه تلاقي فيه الكوليسترول بيبتدي يترسب في جدار الاوعيه الدمويه، فنبتدي نلاقي الضغط ابتدى يعلى، لا قدر الله مع الوقت ممكن يجي له جلطات في رجليه، جلطات في الرئه، جلطات في القلب، كل دي مشاكل. تاني حاجه زي ما انت بتقولي القلب نفسه، هل هو القلب كان حالته هي اللي فيها مشكله ولا مع السمنه حصل مشكله في القلب؟ لا طبعا انت دلوقتي القلب ده بيضخ دم مثلا ل 70 كيلو او 80 كيلو، بعد فتره من السمنه انت بقيت 130 140 او 150 كيلو، فانت القلب بقى عليه لود زياده، بقى بيضخ كانه بيضخ دم لاثنين مش واحد، فابتدي يحصل قصور في عضله القلب او العضله نفسها ما تبقاش مستحمله الارهاق اللي عليها ده جدا. تمام. فكل ده طبعا لا، يعني العكس، انت توجه ان انت تعمل جراحات سمنه، اخسر الوزن، هتبص تلاقي نفسك خسرت معاك كتير قوي من العلاجات اللي انت بتاخدها. لانه في ناس يا دكتور كتير بتكون متخيله انه مرض السمنه ما بيجيبش وراء امراض تانية زي القلب وده. لا هو بيكون ده سبب رئيسي، مش ممكن هو سبب رئيسي، عشان كده احنا زي ما انت بتقولي هو مرض السمنه، ما بقاش حاجه، ما بقاش رفاهيه ان انا اقول انا عايز اخس او انا انزل في الوزن، هو ده ما بقاش حد عنده مشكله وزن. كنا زمان بنقول ان مرض السكر او مرض الضغط ده مرض العصر، بس احنا دلوقتي مرض العصر السمنه، لان هي السبب الاساسي في الكلام ده كله. غير كده احنا لو شفنا الاحصائيات عن مصر، احنا 40% من مصر او من شباب مصر عندنا نسبه سمنه من فوق المعدل كتله الجسم 30، فده رقم ضخم جدا. هي زادت عن الفتره اللي فاتت. طبعا. طب ليه يا دكتور، يعني ليه مرض السمنه زاد بالشكل ده؟ هي الفكره كلها في التطور، التطور ما بدا يحصل، بدا نعمل حاجات تريح الانسان اكتر، فبقت المواصلات اسهل، بقى القعده، بقى التواصل مع اي حد بسهوله جدا، فبقى موضوع ان احنا نعمل حركه او نعمل رياضه او نبتدي نزود الحرق بتاع الجسم ده قل جدا. تاني حاجه نوع الاكل الفاست فود او الاكل كله جاهز، مفيش حاجات فريش، كل الكلام ده كله بيأثر على نظام حياتنا او شكل حياتنا كله. فهتبتدي انت بتقلل الحرق، في نفس الوقت بتاخد كالوريز عاليه جدا، بتاخد اكل كله مش صحي. حتى لما بنلاقي حد عنده سمنه ممكن تلاقي في التحاليل بتاعته مش متظبطه، تلاقي عنده انيميا، تلاقي عنده مشاكل، مع انه بياكل كتير بس اكله كله مش صحي. يعني اي حد بيكون شخص عادي ولكن من طريقه حياته او التعامل مع النظام الغذائي بشكل خاطئ ممكن يعرض نفسه يكون مريض سمنه في يوم طبعا الليل. في ناس طبعا بيبقى عندها مشاكل حقيقيه، زي ممكن يكون عنده مشاكل في الهرمونات. في ناس ثانيه بيبقى ممكن يكون عنده مشاكل في مثلا في العمود الفقري، او هو اصلا ما عنده مثلا شلل الاطفال او حاجه زي كده، ما بيقدرش يتحرك كتير، دي حالات خاصه، اما المعظم هو مشكله اللايف ستايل بتاعنا يعني. تمام. طب يا دكتور، يعني احنا قلنا قبل كده انه عمليه تحويل المسار تعتبر من اهم العمليات وانجح العمليات كمان للقضاء على مرض السكر. تمام. وكمان في نفس الوقت القضاء على السمنه، فازاي ده يا دكتور وليه بالاخص عمليه تحويل المسار؟ هي تحويل المسار فيها ميزتين، اولا ان احنا بنقلل كميه الاكل، لان احنا بنعزل جزء من المعده وبنصغر حجم المعده، فده بيقلل كميه الاكل اللي احنا بناخدها، يعني الكميه نفسها اللي انت بتاكلها اللي فيها كالوريز بتقل. ثاني حاجه انت تعمل توصيله على بعد 2 متر من الامعاء، ففي جزء 2 متر انت بتلغيه من الامتصاص. الجزء ده اكتر جزء بيحصل فيه امتصاص الدهون والسكريات، 70% من امتصاص الدهون والسكريات بيحصل في الجزء ده، فانت قللت امتصاص الدهون بكميه كبيره، قللت كميات الاكل بكميه كبيره. ثالث حاجه وده الاهم، ان كان معانا فيديو يا دكتور كمان تشرح لنا عليه. دي في فيديو توضيح لعمليه تحويل المسار، ده عزل الجزء من المعده وتصغيره بحيث ان انت كميات الاكل بتبقى قليله، بعد كده بنعمل توصيله بين الامعاء على بعد 2 متر، يعني بنيجي نعد الامعاء بعد 2 متر وناخد توصيله نوصلها بالجزء اللي فوق، بحيث ان الاكل بدل ما يمشي في مساره الطبيعي يخش المعده ويعدي على الامعاء الاولانيه اللي هي الاس 12 والجزء الامعاء اللي في الاول، لا بيعدي على طول على بعد 2 متر، فبيقلل الجزء الاخضر اللي ماشي فيه السائل ده، ما بيعديش فيه خلاص الاكل، فده الجزء اللي بنقلل فيه امتصاص الدهون والسكريات. تمام. طيب من كمان من المشاكل اللي بتكون بسبب مرض السمنه هنا تاخر الانجاب. تمام. ازاي ممكن الكلام ده يحصل يا دكتور؟ الكلام ده بيحصل في الرجاله وفي الستات، مش في الستات يعني بس، يعني مش بس الستات. بيحصل. أوكي. في الرجاله وفي الستات زي ما قلت لك، في سن المراهقه او في سن الشباب الاولاني انت دلوقتي في خلايا دهنيه زادت، هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ايه؟ ان الخلايا الهرمونات الذكوريه اللي هو التستوستيرون بيتحول في الخلايا الدهنيه لاستروجين،
فبالنسبه للشاب انت دلوقتي بدات عملت له لخبطه في الهرمونات بتاعه، التستوستيرون او خلايا الهرمونات الذكوريه اللي عنده بدات تتحول في الخلايا الدهنيه اللي عنده الاستروجين، بدا يحصل له لخبطه في الهرمونات، ده بيأثر طبعا على عمليه انتاج الحيوانات المنويه، حركه الحيوانات المنويه، كل ده بيأثر على الانجاب بعد كده. نفس الفكره في الستات، الستات هتلاقي ثلاث اضعاف الستات اللي عندهم سمنه بيعانوا من مشكله تاخر الانجاب عن الستات او البنات العاديه، يعني لو واحده لسه ما اتجوزتش وعندها مشكله سمنه بقى لها فتره، لما تيجي تتجوز تبص تلاقي عندها تاخر انجاب نسبته ثلاث اضعاف نسبه البنت العاديه اللي وزنها طبيعي او ما فيش سمنه زياده. تمام. فكل ده طبعا بيفرق يعني بيختلف تماما لما يبتدي ينزل في الوزن، تبتدي الهرمونات بتاعتنا تتظبط، تبتدي الدوره نفسها تتظبط، هتلاقي البنت اللي عندها سمنه في لخبطه على طول في الدوره، في مشكله في التبويض، فتبتدي يحصل يظهر بقى المشكله دي كلها اما تبتدي تتجوز، تبتدي يحصل في تاخر في الانجاب، تبتدي تروح لدكتور النساء يعمل كل تحاليل بحاجته تلاقي ما فيش مشكله. انا دلوقتي مش موضوع دكتور النساء بس، انت تلاقي دكتور العظام بيحاول على دكتور السمنه، دكتور القلب، دكتور الكبد، دكتور النساء، كل دول لان هو شايف مشكله اساسيه عنده، مشكله السمنه. بعد ما تبتدي تحل مشكله السمنه ساعتها بتبتدي تتحول لتخصصات مختلفه. يعني خلينا نقول ان جراحات السمنه بتكون سبب مهم جدا جدا في علاج مشاكل تاخر الانجاب. تمام، بالذات كمان في حالات التكيسات اللي على المبايض، يعني في ستات كتير جدا بتلاقي مشكلتها الاساسيه ان عندها تكيس على المبايض، وبعد ما تبتدي تاخد العلاجات بتاعتها وكده دكتور النساء يبتدي يحولها لينا برضه، لان في الاخر علاج التكيسات على المبايض او اللي بيحسن التبويض بشكل كبير جدا هو النزول في الوزن. طيب يا دكتور احنا معانا صور لبعض الحالات قبل وبعد العمليه. اوكي، هيبقى ممكن تشرحي هنا تفاصيل الحاله دي؟ الحاله دي كان عنده سكر، هو كان ماشي على اقراص مش انسولين. تاني حاجه هو كان وزنه حوالي 145، الصوره دي بعد من 3 ل 4 شهور ونزل حوالي 45 كيلو، وطبعا من بعد اسبوع بالظبط ما بقاش ياخد اي علاجات للسكر. فالسكر بتاعه نقيسه عشوائي بتلاقي كويس جدا ما فيش مشكله. يعني هنا يا دكتور الوقت كان في يعني خلينا نقول بعد عمليه بعد ما عمل العمليه ما خدش وقت كبير في انه ينزل وزن بشكل لا فيه. لان الجزء الاساسي اللي بيعتمد عليه تحسين مرض السكر الجزء الهرموني في العمليه، لان تغيير تحويل المسار او تغيير شكل الامعاء ده بيغير كتير من الهرمونات اللي في الجسم، فبيزود انتاج الانسولين بطريقه كبيره تاني من زي الاول. تاني حاجه بيزود الحساسيه بتاعه الخلايا للانسولين. طيب. فتبتدي تلاقي تحسن كبير جدا للسكر، وتلاقي تحسن يعني هو في الاول بيبتدي يقلل الجرعه بتاعته اللي كان بياخدها، لو كان بياخد قرصين في اليوم بيبتدي ياخد قرص واحد، بعد كده تلاقي ما بياخدش قرص وفي نفس الوقت السكر متظبط ما فيهوش اي مشكله. تمام. طيب يا دكتور يعني لو جينا نتكلم عن الحاله دي حضرتك مثلا بتقول له لا هنا بنتبع نظام غذائي معين، لا السكريات او هناكل حاجات السويتس عموما، الموضوع بيختلف ولا لا؟ في تكوين يعني مثلا يعيش حياته بشكل طبيعي ان هو ياكل سكريات ولا لا بيتعامل برضه مع نفسه ان هو لا هنا انا عندي مرض سكر؟ على حسب نوع الاجراء اللي هو عمله، لو هو عامل تكميم معده ده ساعتها لازم نبقى مفهمينه ان هو لازم هيقلل كميه السكريات والدهون والزيوت، اي حاجه فيها دهون او زيوت او سكريات يبتدي يبعد عنها ويبتدي ياكل حاجات ايه حاجات مشويه او مسلوقه او حاجات فريش اكتر. ده بالنسبه للتكميم لان احنا ما بنقللش امتصاص حاجه في التكميم. اما في التحويل لا، ممكن نسمح له شويه سكريات او شويه اكل عادي او حتى ممكن عصاير او حاجات من دي، مفيش مشكله ان احنا قللنا من الامتصاص اصلا. لان هو بيتعامل مع المشكله، يقول لك انا دلوقتي عملت عمليه او ايا كان جراحه السمنه اي نوع من الجراحات او خلينا نقول تحويل المسار، انه بيعالج مرض السكر. فبيبتدي بعد فتره هو بيتعامل مع جسمه ان هو ما عندوش مرض السكر. هل ده بيبقى صح ولا لا؟ ممكن هنا لا يبتدي برضه يكون في احتياط لانه ما يجيش بعد كده او لا؟ هو في التكميم مهم جدا ان هو يقلل السكريات والدهون، هو كده كده بعد العمليه ما بيبقاش قادر ياكل كميات كبيره، ما بيقدرش يشرب كميات كبيره زي الاول، بس في نفس الوقت مهم جدا الكواليتي بتاع نوع الاكل بتاعه. لو في التكميم لا لازم يقلل بكميات السكر والدهون والكلام ده يعني بشكل كبير جدا عن قبل العمليه، اما في تحويل المسار ما بتبقاش فرق كبير قوي، يعني ممكن بياكل اكله العادي. بنحب نقول للمريض خليك متوازن في اكلك، يعني ما ينفعش تبقى ادمان حلويات وادمان شوكولاتات والكلام ده كله، بس في نفس الوقت هو لو اكل حاجات من دي جسمه مش هيمتصه فبرضه مش هيستفاد بيه. طيب يا دكتور يعني لو جينا مثلا نتكلم عن تحويل المسار، هنا المريض بيجي لحضرتك وبيبتدي بقى يعني في
خطوات متبعه لعمل العمليه. لو جينا نتكلم عن بدايه كده من قبل العمليه، هل في بيكون في احتياطات معينه وروشته كده بتديها للمريض عشان يهيئ نفسه لعمل العمليه، ولا الموضوع بيكون ازاي في جلسه جلستين ندخل على العمليه بعد او تاني جلسه، الموضوع بيكون ازاي؟ هو المهم اول حاجه ان انت تقعد مع المريض وتتكلم معاه وتعرف مشكلته ايه. فمبدئيا كده انت بيجي لك المريض بتقعد معاه بتتكلم معاه، احنا عندنا مشاكل صحيه، هل بناخد ادويه مستمره او بصفه منتظمه لاي امراض مشكله عندنا، هل في عمليات قبل كده، عملنا اجراء عمليات قبل كده، ده مهم جدا في اختيار العمليه بعد كده. تاني حاجه، انت دلوقتي السكر بيفرق جدا، هل بقى له 5 سنين 10 سنين 15 سنه، هل في مضاعفات من السكر حصلت لنا زي مشاكل العين، زي مشاكل الكلى، زي قدم السكري، زي التهاب الاطراف. امراض كتير يا دكتور، التهاب مش بس السكر. طبعا السكر بيأثر على حاجات كتير جدا في اجهزتنا العصبيه والاجهزه اللي عامه في الجسم نفسه. فلا بالعكس، انت في السكر انت في مشاكل كبيره جدا انت ممكن تتغاضى عنها او تحلها مع عمليه تحويل المسار. ممكن في تحويل المسار نحتاج ناخد فيتامينات او كالسيوم او حديد لفترات كبيره جدا، بس ده كل ده فيتامينات واقراص عاديه خالص، ممكن ناخد قرص او قرصين في اليوم في مقابل ان انا مش هاخد علاجات للسكر، مش هيبتدي ابتدي يعني خلاص ارتاح من مشاكل السكر كلها لفتره كبيره جدا، ممكن حياتي كلها. وبعد كده بتاخد خطوات بقى بنعمل العمليه. طيب بعد العمليه هنا بيكون في يعني متابعه كل قد ايه؟ وهنا المريض ممكن ينزل مثلا، بيكون في معدل طبيعي لنزول الوزن ولا بتختلف من حاله لحاله؟ لا احنا ممكن بنتابع المريض لمده 6 شهور او سنه كمان. هي الفكره كلها ان انت بعد العمليه الاجراءات بسيطه خالص، احنا بنبتدي في الاول طبعا ندخل الاكل او الشرب تدريجيا، بعد العمليه ممكن نقعد 10 ايام بنبتدي ناخد سوائل او عصاير وحاجات سوفت دايت، بعد كده تدريجيا نبتدي ندخل الاكل الطبيعي بتاعنا. مع الوقت هو المريض في اول شهر بينزل، اول شهر ده معظم او اكتر وزن بينزله ممكن من 12 ل 20 كيلو في الرينج ده على حسب قدره الجسم على الحرق، يعني مش كل واحد زي التاني. بعد كده كل شهر بينزل حوالي 6 7 كيلو لحد ما يوصل لوزنه المثالي، ويخسر 80% من وزنه الزياده في خلال 6 شهور للسنه الاولانيه. طيب دكتور، لما قلنا انه تاخر الانجاب بيكون سبب رئيسي لمرض السمنه بيأثر على الستات والرجاله، هل في دكتور حالات جات لحضرتك بيكون عملت جراحه السمنه وهي اصلا كان عندها مشكله تاخر انجاب، او كان عنده مشكله تاخر انجاب وبعد كده حصل انه في طبعا بالذات في السيدات، يعني احنا بنشوف الكلام ده في السيدات كتير، بتجيلنا حالات كتير مشكلتها الاساسيه ومش مشكلتها السمنه، يعني هي مش جايه بتقول لك انا متضايقه مثلا انا وزني زياده او شكلي متضايق، مش شايفه ان في مشكله، لا خالص هي يعني مش متضايقه خالص من الكلام ده، ولا شايفه مثلا ان هي مثلا في لبس ما بقتش تلبسه، ما في مشكله في الحركه، في مشكله في النفس، كل ده هو مش فارق معاها، هي جايه لك عشان سبب رئيسي ان هي عندها مشكله في الانجاب او في الحمل. وبعد ما راحت وعملت كل حاجه لقيت كل حاجه سليمه، هي المشكله الاساسيه دلوقتي عندها السمنه، ليه هي دي اللي مأثره على الانجاب، فنبتدي نعمل عمليه على حسب بقى هل هي محتاجه تحويل مسار او تكميم او كده، ده عن طريق التاريخ المرضي بتاع المريض والفحوصات والتحاليل بتاعه. بس بعد ما بتنزل في الوزن لا بنختلف جدا، انا في يعني في سيدات شفناها ما كانتش اصلا عايزه تنجب وبنستخدمها وسيله لعدم الحمل، وفي نفس الوقت لا حصل حمل، لقيت التبويض بيزيد بطريقه كبيره جدا، التخصيب بيزيد بطريقه، الهرمونات بتظبط بطريقه كبيره جدا، لا فبعد كده بتتحسن جدا وبيحصل حمل بعد كده. يعني في حالات جت معينه؟ لا في حالات كتير جدا شفناها وبيحصل حمل بعد كده. وبيكون يا دكتور بعدها فتره طويله، ولا هنا مجرد هنا حلينا المشكله فحصل حمل؟ لا هو احنا يعني السبب بيكون واضح، هو السبب السمنه، لما تنزل السمنه الهرمونات بتظبط، بس احنا بنشترط على المريض او بننصح المريض ان ما يحصلش حمل في اول 6 شهور للسنه الاولانيين، لان في الاول بيبقى في حرق جامد جدا للدهون، بيبقى في حرق السكريات، كل ده احنا ما بنفضلش ان يحصل حمل في الفتره الاولانيه، بس بعد كده ما فيش اي مشكله خالص. طيب يا دكتور، يعني لو افترضنا انه في مريض عالج نفسه من السمنه سواء كان من تحويل المسار او تكميم المعده وما اتبعش التعليمات بعد كده، في ناس كتير متخيله ان مجرد ما يعمل العمليه خلاص انا كده عمري ما هرجع تاني ازيد في الوزن. لا مهم، فحضرتك صلح لنا المعلومه دي، انه فعلا معلومه اكيد خطأ. لا مهم جدا ان احنا نتبع التعليمات اللي بنقول عليها وناخد العلاجات اللي بنقول عليها، يعني بالذات في مريض التكميم
ده محتاج ان احنا نقلل كميه السعرات الحراريه اللي موجوده. ما ينفعش نبقى انا باكل شوكولاتات واشرب عصاير واشرب مشروبات غازيه، كل ده مش هياخد حيز في المعده. في الاخر انا اخدت الحاجات المضره وسبت الحاجات المفيده. الحاجات المفيده اللي هي هتاخد حيز في المعده وتشبعني، وفي نفس الوقت اخد منها فيتامينز وكالسيوم وحديد وحاجات المعادن بتاعتي، وفي نفس الوقت ما اخدش منها السكريات والسعرات العاليه جدا. ممكن تلاقي مريض بعد كام سنه في التكميم بالذات تلاقيه رجع يزيد في الوزن بسبب ان هو الاختيار العمليه في الاول كان خطا بالنسبه له. طيب يا دكتور، عايزين بقى النصائح اللي بتقولها لكل مريض سمنه. اهم حاجه ان احنا ما نتاخرش على علاج السمنه، يعني ما يبقاش انا مش اورينتد او انا مش عارف مشاكل السمنه. تاني حاجه ما يبقاش عندي قصه ان انا خايف من العمليات او خايف ان انا اخد اكشن او اجراء ان انا انزل فيه في الوزن. بالعكس، انت بعد ما بتنزل في الوزن وبتلاقي الدنيا كويسه معاك وانت حياتك اتغيرت بشكل كبير، بتقول طب انا يا ريتني كنت اخدت الاجراء ده من بدري. لا، مهم جدا ان انت تاخد الاجراء بتاع عمليه جراحات السمنه ان انت تتخلص من المشاكل اللي انت ممكن تواجهها بعد كده. فلا، ابتدي حل المشكله الرئيسيه بتاعتك بتاعت السمنه قبل ما يبتدي يحصل لك اي مشاكل زي الضغط زي السكر زي المشاكل اللي احنا بنتكلم عليها دي كلها. يعني ممكن تكون يعني خلينا نقول حضرتك بتقول نصيحه انه كمان كل ما يعملها بدري هي كمان بتحمينا من مشاكل ثانيه مضاعفه. الوقايه خير من العلاج، بالذات كمان في موضوع المشاكل بتاعت السمنه. مشاكل كبيره جدا ومضاعفاتها كبيره جدا، ممكن يعني لا قدر الله توصلنا لمشاكل احنا ما في غنى عنها. يعني يا دكتور حاجات من اهم النصائح انه فعلا لازم يعملوها بدري. ان في ناس تقول لك طيب انا طفل، واي ام بتخاف على ابنها تقول لك ازاي يعني انا مش قادره امنعه ان هو ياكل وفي نفس الوقت ما اقدرش اعمل له عمليه زي دي. هم بالنسبه لهم دي عمليه كبيره على طفل. فهنا يا دكتور المعلومه الصح ايه في النقطه دي؟ او في ناس كمان بتحسبها بالوزن، يعني يقول لك انا مثلا وزني انا وزني مثلا 120، لما اوصل 140 هبقى اعمل العمليه. انا وزني 130. يعني في ناس بتفكر كده. في ناس بتفكر كده، يقول لك لا انا دلوقتي ممكن اعمل دايت، ممكن الكنترول على الوزن ده، انا كده كويس، انا بس محتاج اخس 5 كيلو او 6 كيلو. بعد كده يفاجئ ان هو لا بيزيد في الوزن، بدل ما بقى 130 بقى 150، بدل ما كان عنده مشكله في المفاصل بعد شويه مش قادر يتحرك خالص، بدل ما كان ممكن مشكله بسيطه في النفس لا ما بقاش يقدر ينام، بيجي له كرشه نفس كبيره جدا مع النوم. في الاطفال يعني مهم جدا ان احنا نعالج السمنه في الاطفال، بتفرق جدا في النمو بتاعهم. مش بالعكس، يعني في ناس امهات كتير بتخاف تقول لك هل ده ما ياثرش على النمو بتاعه، هل ده ما ياثرش على الغذاء بتاعه؟ لا بالعكس، ده بيفرق معاه في النمو، بيحسن جدا جدا النمو بتاعه، بيفرق معاه في الطول، لان اللود بتاع السمنه ده بيعمل له زي كسر قامه او بيبقى في اعوجاج في العمود الفقري، بيعمل له مشاكل كتيره جدا. كل ده هو في غنى عنه، بالذات كمان المشاكل الاجتماعيه اللي احنا ما حدش فينا بيحس بيها. الطفل او الشاب ده بيحس بيها، ما بيستحملش كلمه من حد. عنده مشاكل في اللبس بتاعه، عنده مشاكل في المدرسه، عنده مشاكل كتيره جدا. فلا، بننصح يعني الامهات ما تخافش على اطفالها من العمليات السمنه، بل بالعكس تخاف على اطفالها من السمنه نفسها. تمام. حضرتك بما انك ذكرت الطفل واهميه علاج مرض السمنه للطفل، طيب نفترض انه لو عنده مرض السكر، هنا الموضوع بيكون ممكن يكون حل لعلاج مرض السكر مع الوقت بيكون كمان انه ما دخلش في مضاعفات السكر، ولا لا هنا نكون نستنى شويه؟ يعني ايه الحل في بخصوص الطفل لما يكون عنده مرض السكر؟ هو احنا لو اكتشفنا ان في سكر عند طفل، هو غالبا بيبقى سكر من الدرجه الاولى، لان في السن الصغيره اللي بيبتدي يظهر ده بيبقى مشكله جينات او حاجه وراثيه. فاحنا لو بصينا للطفل لقينا عنده مشكله في السكر وعنده نقص في الانسولين او في نسبه الانسولين، ده بيبقى صعب ان احنا نعمل له معاها عمليه سمنه، لان مش هتاثر بدرجه كبيره على السكر، لان هو مشكلته الاساسيه وراثيه، مش مشكله سمنه وهي دي اللي اثرت عليه فجابت له مرض السكر. تمام. من سن كام بقى للطفل نبتدي نقول ان العمليه دي امان؟ في مصر هنا احنا بنعملها من اول 10 سنين او 11 سنه. 10 سنين. 10 سنين. طيب يا دكتور، يعني هل ممكن نقول مثلا نستنى شويه لما نشوف هنا نقول وقت مثلا البلوغ وان سنه ابتدى يبان عليه النمو، ولا هنا نقول 10 سنين لسه صغير في ريسك؟ لا طالما هو معاكم كاطباء بيكون الموضوع هنا خلاص في امان ان العمليه اتجربت على اكتر من طفل وكانت موجوده في مصر بشكل كبير ولقيت نجاح كبير. لو السن 10 سنين؟ لا، حالات كتير جدا في مصر وبره مصر، كل ده بتعمل حتى بره مصر من 8 سنين واقل من 8 سنين. هي الفكره كلها انت بتاخد الاجراء ده ليه؟ هل انت بتاخد الاجراء ده عشان هو ما عندوش مشكله؟
لا احنا بناخد الاجراء وهو عنده مشكله اساسيه اللي هي السمنه، والمشكله دي هتكبر معاه وهتجيب له مشاكل كتيره جدا جايه مع جراها معاها يعني. فلا بالعكس انت تقدم على العمليه هتلاقي تحسن كتير جدا في السمنه والمشاكل التانيه مش هتظهر ان شاء الله. تمام، وبالنصيحه دي يا دكتور بشكرك جدا جدا على كل المعلومات القيمه، وبختم كلامي بالمعلومه دي او بالنصيحه دي، لانه فعلا مرض السمنه عمره ما هيكون اخطر من اي مرض تاني، انه بيكون سبب في كل الامراض اللي ممكن تكون موجوده في جسم الانسان. نشكر مع بعض دكتور علي نجيب، استشاري جراحات المناظير والسمنه، عضو الفيدراليه الدوليه للسمنه والسكر، عضو الجمعيه المصريه لجراحات السمنه. أشكركم مشاهدينا، وتابعوا دائما فقرات أستاذ في الطب.